السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في كل ربوع السودان الحبيب، ونحن نلتقي اليوم في ظلال الأصيل والتي نتابع من خلال هذه الحلقة عدد من الفقرات المتنوعة. لعل أهم هذه الفقرات جائزة خليفة الدولية للتمور لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي سنتحدث فيها مع ضيفنا لهذه الحلقة، وأيضا الحديث في فقرة أخرى عن المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة، وأيضا لقاء مع شاعرنا محجوب الحج. إذا مشاهدينا نتمنى لكم وقتا طيبا معنا وأهلا بكم. قبل أن نذهب إلى فقرتنا الأولى، دعونا أولا نستمع إلى صدوني حراسك، كلمات عوض جبريل ومشاركة في الأداء لطلال عبد الرحمن. إذا مشاهدينا أهلا بكم. كل ما سألت عليك سلطاني حراسك، كل ما سألت عليك سلطاني حراسك، رد جواب قاسي وعيني من ناسك، رد جواب أنا
يا غالي يا غالي يدي ما في بالي يا غالي يا غالي يدي ما في بالي كفاك لو في هواك يا جميل تتحطم أمالي لو في هواك يا جميل تتحطم أمالي أنا برضي مستنى الصابر كل ما سألت عليك سطاني حراسك كل ما سألت عليك سطاني حراسك غبت الجواب يا سيد ضايقني من ناسك غبت الجواب أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. نتحدث في فقرتنا اليوم عن التمور، والذي يعني خلال يوم الغد بإذن الله سيفتتح مهرجان التمور في قاعة الصداقة، والذي يبدأ من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. لكن في هذه الفقرة يسرني جدا أن ألتقي بدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ضيفا عزيزا علينا اليوم الدكتور عبد الوهاب، مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدتي، حياك الله. بدايه حابين ان نتعرف على جائزه خليفه، او ناخذ نبذه تعريفيه عن جائزه خليفه الدوليه لنخيل التمر والابتكار الزراعي. اولا لو تسمحي لي ان اتقدم بخالص الشكر الى قناه الله. الشروق حياك. على هذه الاستضافه الكريمه وعلى هذه اللفته لتعريف لتقريب المعلومة إلى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة حول زراعة النخيل بالسودان. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تم تأسيسها بمرسوم اتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2017 و 2007 عفوا 2000، ومنذ ذلك الحين وهي هدفها الرئيسي هو تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور. طبعا في السنوات الأولى كان الاهتمام مركز على دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله كان إنجازات كبيرة إلى مستوى أن في 2014 تم مرسوم اتحادي ثاني لتسميتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. وبالتالي منذ ذلك الحين وبتعليمات ودعم وتوجيه من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة عبد الله، تم توجيه أنشطة الجائزة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المهتمة بهذا القطاع، قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور. والجائزة موجودة عندكم من الأيام هذه الحمد لله كما تفضلت سعادتك، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر للاحتفال من خلال مهرجان هو حاليا الدورة الرابعة. وهذا المهرجان يهدف إلى عدة أشياء، منها طبعا إعطاء فرصة للمزارع السوداني أو المختص بزراعة النخيل وإنتاج تمور أن يبرز جهوده من خلال جودة الثمار التي تنجز يتم إنجازها بالدولة، وفي نفس الوقت يتنافس المزارعون فيما بينهم، لأن الجائزة تنظم دورة أو مسابقة
فيها 10 فئات يشارك فيها كل المزارعين من أنحاء الجمهورية، وبالتالي هناك فائزون سيتم تكريمهم بكرة إن شاء الله. الجائزة مرة أخرى هي مفتوحة لكل العلماء والباحثين والمختصين ومحبي النخيل من أنحاء العالم، والجائزة طبعا سنويا تحتفل ب في 14-15 مارس بأبوظبي، تحتفل بتكريم الفائزين الدوليين. عندنا 5 فئات دولية، وهناك طبعا مبلغ مالي مكافأة للفائز زائد شهادة تقليدية وتذكار. وبالتالي هذه الجائزة خلال المدة هذه تقريبا 15 سنة أنجزت أشياء كثيرة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني معروف مدى أهمية التمور بالنسبة للعالم العربي وللإمارات أيضا، تقييمكم أنتم من خلال وجودكم في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن مدى التعاون العربي فيما بينهم في مجال الرقي أو الارتفاع في مجال الإنتاج بالنسبة للتمور؟ مشكورة سيدتي، هذا أعتبره سؤال مهم، لأن مع الأسف الشديد الدول غير منتجة والمصنعة للتمور لا تعرف أي شيء عن هذه الزراعة. الحمد لله لو أخذنا منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أين توجد معظم الدول العربية المنتجة للتمور، فهناك لا يقل عن 100 مليون نخلة، وال100 مليون نخلة كمعدل تنتج 10 ملايين طن من التمور. من حظنا أن 75-80% من هذه الكمية الهائلة من النخيل لم توجد بالدول العربية، ومعظم المنتج يستهلك محليا. الحمد لله. سؤال سعادتك يتزامن مع اختتام اجتماع الأمم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ، والجائزة كانت شاركت بقوة في هذا في هذه المناسبة لإبراز دور شجرة النخيل في محاربة الأسباب التغير المناخي، وخاصة امتصاص الكربون CO2. النخلة لوحدها خلال سنة يمكن تمتص ما بين 120 إلى 150 كيلوغرام من CO2، وبالتالي ما بالك ب 100 مليون نخلة في هذه المنطقة أنها تساهم في المحافظة على سلامة هذه الكرة الأرضية، وخاصة تجنب مسببات التغير المناخي. الدول العربية الحمد لله بدأت الآن، هناك المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم، وهي تابعة لجامعة الدول العربية وتشتغل في هذا المجال. هناك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وموجود مكتب هنا بالخرطوم مكتب الفاو، وهناك الإيكاردا المركز الدولي للدراسات الملحية تابع ليشمل الدول العربية، هناك الأكساد. طبعا جائزة خليفة الدولية الآن الحمد لله تحت مظلتها كل هذه المؤسسات تشتغل لبرنامج واحد لكل الدول العربية المنتجة ومصنعة للتمور، من أجل تطوير هذا القطاع والرفع من إنتاجيته. نعم دكتور عبد الوهاب، من خلال ما تحدثت عنه وجودكم في قمة شرم الشيخ، يعني كيف لمستم اهتمام رؤساء الحكومات العربية بشجرة النخيل والتقدم في مجال زراعة النخيل في الدول العربية المختلفة؟ لم تكن هذه هي المشاركة الأولى، لأن جائزة خليفة السنة الماضية 2021 تشرف الجائزة أنها تكون عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بغلاسكو بإنجلترا، وتم لأول مرة وضع أهمية أو إبراز أهمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول العربية المنتجة للتمور، وأبرز هذا الدور البيئي، لأن كما تعلمين سيدتي التمور من أغنى الفواكه من ناحية كل ما يمكن أن يحتاج
يحتاجه جسم الإنسان ما عدا الكالسيوم فهو موجود في التمرة، وبالتالي التمرة غنية ولها كل الفوائد اللي ما لا توجد في فاكهة من غيرها، هذا واحد. ثانيا من ناحية الأمن الغذائي، حاليا كما تعرفون هناك جفاف، هناك تغيرات مناخية هائلة، وهناك طبعا أراضي ملوحتها تزداد، وهناك شح في مياه السقي ومياه الري، وبالتالي التمر هو بدأ يعتبر أنه مصدر هام لازم أن يدخل في معادلة الأمن الغذائي. ناهيك عن أهميته البيئية، وبالتالي هذا كان أول مشاركة، وتم إطلاق أول كتاب يهتم بهذا الموضوع سميناه خليفة وورد ريبورت، تقرير جائزة خليفة الدولي، وحظى باهتمام معظم الزائرين ومعظم الوفود المشاركة آنذاك. السنة الثانية بشرم الشيخ أيضا زيادة تم إطلاق مبادرتين. المبادرة الأولى هي أهمية الواحات في أطروحة التغير المناخي، والتعاون بين الدول العربية لإبراز دور هذا البيئي، لإبراز الدور البيئي لهذه الواحات. ثانيا تم إطلاق مبادرة ثانية بين الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بأهمية زراعة النخيل، طبعا بالطريقة التجارية، لكن في نفس الوقت عندها هدف بيئي ألا وهو تحسين الظروف البيئية بالواحات. نعم. هذه المبادرتين طبعا شركاء جائزة خليفة من الدول المنتجة المصنعة للتمور، طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، جمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، وهناك دول أخرى الحمد لله، كلها إن شاء الله ستتعاون في هاتين المبادرتين بإذن الله. دكتور عبد الوهاب، من خلال وجودكم الآن في السودان، يعني كيف ترون التمور السودانية مقارنة بالتمور العربية، وما الذي تحتاج إليه؟ الله سبحانه وتعالى حبى البلد الكريم السودان بصفة خاصة، ألا وهي طبعا رطوبة قليلة ودرجة حرارة مرتفعة، وبالتالي معظم الأصناف السودانية هي من النوع الجاف أو النصف الجاف، وتعلمون أهمية هذه الميزة أنه يمكن أن تخزن هذه التمور لمدة طويلة، وهنا أيضا ترجع فكرة أهميتها الغذائية وأهمية الأمن الغذائي وكل شيء. هذا واحد. ثانيا خلال السنوات الأخيرة الماضية قبل تقريبا 18 سنوات تم استيراد فسائل من منطقة الخليج، وعلى رأسها كانت هناك في نطاق التعاون بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، تم إرسال 40 ألف شتلة نسيجية إلى 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 البلد الكريم، وتم زرعها في مناطق مختلفة. وما تشاهدونه الآن من تمور جديدة في السوق السودانية ألا وهي صنف المجهول، صنف البرحي، خنيزي، خلاص، وما تقريبا 10 أصناف، كلها تم إدخالها من خلال 40 الهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية السودان. 40 ألف نخلة الآن يمكن أصبحت أكثر من مليون نخلة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني من خلال وجودك في السودان ومتابعتك لإنتاج النخيل السوداني أو إنتاج المزارع السوداني، كيف يعني ترى المزارع السوداني ومدى اهتمامه بإنتاج التمور في السودان؟ والله الإجابة على هذا السؤال بسيطة. المهرجان الأول والمهرجان الرابع لا مجال للمقارنة من حيث هذا التطور الهائل على مستوى الفلاح المزارع السوداني. أهم شيء لاحظناه أنه جودة الثمار المنتجة هي بدأت ترقى إلى المستوى الدولي، هذا واحد. اثنين، عملية البيع والتعليب والتغليف والتصدير، هذه أشياء أخرى تقدمت فيها معظم
الولايات المنتجة للتمور، وبالتالي نظافة المنتج، جودته وعملية وطريقة تقديمه، هذه ثلاث محاور لمسنا فيها من خلال 4 سنوات الحمد لله تفوق كبير. وإن شاء الله هناك الآن مصانع ذات مستوى عالي دولي تم إنشاؤها هنا بالخرطوم. نعم. طيب دكتور عبد الوهاب، يعني نصيحة تقدمها أنت من خلال وجودك في جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي للمزارع السوداني لمزيد من الإبداع والتجويد في الإنتاج بالنسبة لنخل التمر. شكرا سيدتي. أظن القطاع الخاص جاء دوره الآن للقيام بمهمة الرفع بهذا المنتوج الوطني الهام، وتعتبر جمهورية السودان من الدول الهامة المنتجة للتمور، وتمورها في وقت من الأوقات كانت تباع في كل أنحاء العالم. إن شاء الله هذا المجد لازم نرجع له بالنسبة لجمهورية السودان. وأكرر أن القطاع الخاص هذا جاء وقته ليلعب دوره في تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور بإنشاء مزارع حديثة كبيرة بها أصناف ذات جودة عالية وذات قيمة اقتصادية. لأن لو قلت لك لسعادتك وللمشاهد الكريم، الكيلو نتاع المجهول يباع حتى $40 في السوق الأوروبية. نعم. للكيلو، معناها كل حبة، لأن الكيلو فيه تقريبا 40 حبة 35 حبة من التمر، بمعنى الحبة الواحدة بدولار. وهذا إن شاء الله نشوفه قريبا. بدأت بعض ما أسميها الشركات المزارع الحديثة الجديدة اللي تم زرعها قبل 5-6 سنوات بدأت تنتج الأصناف ذات الجودة العالية. نعم، أشكرك كثيرا على هذه الإفادات أثر الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. كنت ضيفا عزيزا علينا وتحدثت عن زراعة التمور في السودان ومدى الاهتمام بالنسبة للمزارع السوداني على تجويد إنتاجه من التمور. أشكرك كثيرا على هذه الإفادة السارة. شكرا لك. شكرا جزيلا، لكن لن تفوتني الفرصة أن أشكر الشركاء الاستراتيجيين لجائزة خليفة، وزارة الزراعة والغابات وعلى رأسها معالي الوزير، جمعية التمور الأردنية، وطبعا سعادة السفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، الذي كلهم ما شاء الله بذلوا كل الجهود لإنجاح هذه الفعالية. وباسمكم لو سمحتوا لي ندعي المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن يشرفونا غدا الصباح في الافتتاح، حفل الافتتاح بالصالة قاعة الصداقة سامحيني، وإحنا الآن في الدورة الرابعة. شكرا جزيلا لقناة الشروق، شكرا للأخت كرام. دكتور عبد الوهاب الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار. إذا مشاهدينا نتواصل معكم في فاصل، ونسمة العيس كلمات محجوب الحاج وألحان عبد اللطيف والدلحاوي، فلنستمع وإياكم. نسمة العز يا سماحة، وفي بالخير في سياحة. يا نسمة العز يا سماحة، وفي بالخير في سياحة. صور الشقي الملاقي راحة، وش الفرح في كل ساعة.
طب جبين بلد الغلابة، ظل يا شمس السعادة في ديار شاخت حزن، شاخت حزن واتكسحت من طول عذابة نسمة العز يا سماحة. جففي العرق اغمي عالطين، طب جبين بلد الغلابة، وطل يا شمس السعادة في ديار شاخت حزن، شاخت حزن واتكسحت من طول عذابة نسمة العز يا سماحة. ضم في الناس
بالفضيلة جرديك الدائرة العديلة نسمة العز يا سما خلي قدح الخير معلق خلي قدح الخير معلق ما انت لما تطل عيوني بسمة لأجل كل علة نسمة العز يا سما يا نسمة العز يا سما نسمة العز يا سما يا نسمة العز يا سما. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونحن في هذه الفقرة نتحدث فيها عن ماهية المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة ومتطلبات المحاكمة العادلة. يسرني جدا أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الوسيلة هجو المحامي والمستشار القانوني. مرحبا بك أستاذ الوسيلة ضيفا علينا اليوم. مرحبا بك بنتنا إكرام، ومساء الخير على المشاهدين الشروق، وإن شاء الله نفيدكم بمعلومة إن شاء الله نفيدكم بإذن الله. أستاذ الوسيلة، يعني دعنا أولا نتعرف ما هي المحاكمة العادلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المحاكمة العادلة هي جوهر العدالة. المحاكمة العادلة يعني هي منصوص عليها في كل الدساتير. أنا سبق وتكلمت هنا في المنصة منصة الشروق عن الدستور وعن حقوق الإنسان وعن الوثيقة وصيغة الحقوق في الدساتير. فالمحاكمة العادلة يعني هي أن ينال المتهم محاكمة عادلة، المتهم اللي هو من يرتكب جرم، يعني ينال محاكمة عادلة بمعايير وبشروط وبقانون وبكل آليات وأدوات بيتخذها القانون. وأولا يعني المحاكمة العادلة منصوص عليها في كل الدساتير، دساتير كل الدول، يمكن كاد كل علماء القانون الدستوري يعرفوا أن المحاكمة العادلة يفترض أن ينص عليها في الدساتير. منصوص عليها في دساتير السودان على بكافة، وخاصة دستور 2005 في الوثيقة في وثيقة الحقوق المادة من 27 إلى 34. المحاكمة العادلة القانون السوداني متضمنة في قانون الإجراءات الجنائية اللي هو القانون المتعلق بإجراءات المحاكمة وإجراءات التحري وإجراءات الضبط وإجراءات المحاكمة وإجراءات ما بعد المحاكمة العقوبة. قانون الإجراءات الجنائية السوداني عام 1991 فيه مبادئ، فيه يمكن في المادة 4 حدد 10 مبادئ. المبادئ تتوافق مع المعايير الدولية، تتوافق مع هي معنية بالمحاكمة العادلة. فعلى سبيل المثال يعني أول مادة، كل المجتمع مسؤول عن منع الجريمة. نحن ذاته قبل ما نعمل محاكمة عادلة للمتهم أو الشخص الذي يرتكب جرم في حق المجتمع وعشان ينال جزاء، قبل الكلام ده كله لابد في مبدأ هناك أن منع الجريمة. نعم. يعني على المجتمع، على أي شخص أن يمنع الجريمة على الكافة. نعم. يعني ما بنقول نحن فلان ده مسؤول وده ما مسؤول، لكن المسؤولية منع الجريمة على الكافة دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. نعم. يعني ده مبدأ عالمي تتفق ومبدأ عليه كل الشرائع. نعم. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لا جريمة، الجرائم محددة في قانون العقوبات السوداني برضو سنة 91 84 91. العقوبات ذاتها منصوص عليها في القانون. المبدأ الثالث أنه لا يمكن أن تجبر المتهم يقدم دليل على نفسه. يعني من ضمن الثمانية أو العشر مبادئ دي، ممكن تجبر المتهم
على أن يقدم دليل على نفسه إلا ولا توجه لليمين حتى إلا في قضايا يعني قضايا غير الحدود أو قضايا الحق الخاص يعني زول نكر بينات المبدأ المحاكمة العادلة يعني يمكن أول من نص عليه يمكن شرعا أو كده في رسالة سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري في إنه وجه القاضي إنه ما يحاكمه غضبان ما يحاكمه زعلان ما يحاكمه يعني يعني في 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 ظروف طبيعية. المحاكمة العادلة زي ما قلت لك منصوص عليها دستوريا ومنصوص عليها قانونيا ومنصوص عليها حتى لو المحاكمة العادلة يفترض أن تكون في محاكم أو أي يعني لجنة قضائية أو شبه قضائية يفترض أن يعني الشخص اللي بيمثل أمامه ده يعني يخضع للمعايير زي ما قلت لك المعايير الدولية والمبادئ العامة اللي قلتها لك دي لا يضار شخص في نفسه أو ماله أو كده لا يضار شاهد حتى الشهود يعني ضمانت إنك تجيب شهود للشخص المحاكم ده ما يخضعوا ما يخضعوا لضغوط نفسية أو إكراه أو كده فالمحاكمة العادلة يعني زي ما قلت لك هي جوهر العدالة ونحن بفضل الله يعني النصوص القانونية السودانية نصت طيب بالنسبة للوسائل القانونية لأن ننال محاكمة قانونية عادلة ما هي؟ الوسائل طبعا وسائل المحاكمات اللي هي المحكمة الإنسان لما يعني أنا زي ما قلت لك في الدستور قبل كده اتكلمت عن السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية دي دستوريا يفترض إنه هنال يكون هناك محاكم مستقلة محاكم مستقلة وفقا للدستور دستور الدولة وأن يكون تكون هذه المحاكم وفقا لقانون يعني هسه عندنا قانون السلطة القضائية 86 بنظم عمل المحاكم بيحدد درجات المحاكم بيحدد حقوق المتهم في هذه الدرجات يعني المتهم يحكم في المحكمة درجة أولى يحق له الاستئناف في المحكمة الثانية يحق له الاستئناف لدى المحكمة العليا يحق له المراجعة في المحكمة أعلى يحق له حتى يناهض المسألة حتى في الدستورية لو انتهكت حقوق المتهم دستوريا يلجأ المحكمة الدستورية باعتبارها يعني هي المنصة التي تحفظ الحقوق الدستورية لدى المواطن السوداني أو غيره. أستاذ الوسيلة يمكن هذا يقودنا أيضا لسؤال مهم وهو أثر وجود المحامي في المحاكمة. المحاكمات دي هي إحنا بنقول دائما نتكلم عن مثلث العدالة اللي هي المحاكم النيابة التي النيابة بتمثل مثلا من المبادئ المنصوص عليها في قانون النيابة بتمثل المجتمع. يعني ينال المجتمع حقه من الذي ارتكب جرما في حق المجتمع يمثلون الحق العام يمثلوا الحق العام وفي نفس الوقت المجن إذا كان هنالك مجن عليه ما عنده ولي فالنيابة ولي من لا ولي له مسؤولة عن توفير مسؤولة عن حقوق وعن حفظ حقوق المزور ما عنده ولي ده نمرة ثلاثة الضلع الثالث المحاماة المحاماة منصوص عليها دستوريا أي شخص أو أي متهم في كثير من القضايا وخاصة أي قضايا منصوص على عقوبته بالإعدام يفترض أن يكون هنالك محامي دور المحامي هو توصيل المحكمة وتوصيل الحقيقة إلى المجتمع وتوصيل المحكمة إلى القرار الصائب يعني إحنا ما بنقول المحامين دي بيجوا يدافعوا عن المتهمين بس كده من باب الدفاع لا نحن دورنا كمحامين أن تنال العدالة حقها في أن ينال المتهم أول أن تنال العدالة ذاتها في المحاكمة أن تكون عادلة يفترض أن يكون هنالك محاميا يقف بجانب المتهم ويوصل المحكمة ويوصل النيابة كلهم مع بعض يتكاملوا عشان يصلوا لحقيقة إدانة أو براءة هذا المتهم الماثل أمامه نعم.
أنا دائما بقول لهم ويعني بشكر دائما أخونا معتز أستاذ معتز المدني دائما بيتكلم عن وجود المحامي. في الإنجليز خلقوا هذه المبادئ فيما يتعلق بحق المتهم، وطبعا قبلهم برضو الإسلام، حق المتهم في أن يكون له محامي خاصة في قضايا القتل أو الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالإعدام، جرائم موجهة ضد الدولة، جرائم الخاصة، جرائم الاغتصاب، الجرائم الناصة على القانون السوداني في يتعلق به. فبيقول دائما معتز دائما بيحتس بأنه الإنجليز جلبوا، يعني جابوا لنا من إنجلترا في محاكمة سوار كينيا أيام الاستعمار، السوار الكينيين قتلوا الجيش الإنجليزي وقتلوا الإنجليز، فعشان ينالوا محاكمة عادلة جابوا لهم محامين من لندن. ده ترسيخ لمبدأ وجود المحامي لنيل المتهم المحاكمة العادلة. المبدأ ده يعتبر أقدس مبدأ. خلاص المتهم ارتكب جرما، هل ارتكب هذا الجرم؟ نحن عشان نوصل أو ندي المجتمع حقه الصحيح والسليم والكامل، هل ارتكب المتهم هذا الجرم وهو كامل في وعيه؟ هناك مادة قانونية تقول هل المتهم هل كان تحت تأثير؟ هل كان حاصل له مشكلة؟ هل كان يعني حاصل له ضغط؟ يعني كل نحن بنحاول نكشف عن كل ما ينال هذا المتهم حتى تصل المحكمة إلى قرار الصائب والقرار العادل. فمبدأ وجود المحامي في قضايا الكبرى مسؤولية الدولة، حتى المتهم ده لو كان فقيرا الدولة مسؤولة منه. الدولة مسؤولة. في قسم في النائب العام، بعض الدول دائما بيكون تبع القضائية، لكن هنا في السودان في قسم في وزارة العدل والنائب العام وزارة العدل يسمى الليجل ايد اللي هو المعونة القضائية. المحكمة بتخاطب الإدارة دي بتقول لها فلان ده المتهم ده متهم تحت المادة 130 قتل عمد أو قتل عموما ودايرين له محامي. أستاذ الوسيلة عفوا للمقاطعة، يعني جميعا يتابع أثر الرأي العام في قضايا مختلفة في تشكيل هذه القضايا أو الرؤية العامة، يعني هل هنالك تأثير للرأي العام في الحكم أو متابعة ما يحدث في الشأن العام بالنسبة للقضايا المختلفة؟ طيب دائما المحاكمة العادلة زي ما قلت لك يفترض أنه تكون في محكمة مستقلة، محكمة ما حولها أي آثار بتاعت رأي عام أو آثار نفسية يعني القاضي نفسه يعني أو مخوفين أو واعدين أو كده. فالأثر أثر الرأي العام من الآثار السالبة جدا في 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 نيل المتهم محاكمة عادلة. وأنا بفتكر قبل كده يتكلموا برضو يعني في كتب كتبت كثير جدا عن الأثر النفسي عن الأثر النفسي للقاضي وعن أثر الرأي العام في قرار القاضي. نحن في النهاية بشر، في النهاية بشر يعني بنخضع للضغوط وبنخضع لإكراه وكده. فالرأي العام يعني في هذا الزمن بالذات يعني بفتكر انه قضايا الميديا يعني الميديا تدخلت بشكل سافر جدا في مسائل العداله، يعني يتحدثون عن ذاك الشاهد الذي غير مجرى المحكمه وعن ذاك القاضي الذي زجر المتهم وعن المسائل دي بالمناسبه كلها اثار سلبه على قيمه العداله نفسها وجوهر العداله. نعم. طيب أستاذ الوسيلة، يعني نتحدث في جانب السوابق القضائية. نعم. يعني هل السوابق القضائية تعتبر أن يمكن أن يكون لها دور في تشكيل الأحكام القانونية؟ السوابق القضائية هي بترسخ المبادئ الأساسية في المحاكمة العادلة أو في غير المحاكمة العادلة أو في تطبيق القانون نفسه، أو هي الريفرنس الأول العملي. يعني دائما اذا القاضي دائما بيقول لك مثلا في السابق القضائي، يعني دائما في الحيثيات، مثلا احنا دائما في حيثيات الاحكام
مرات بنضيف حاجة مذكرة مثلا حول العقوبة، فبنستند لسوابق قضائية في إنه مثلا المحكمة العليا قالت لابد أن يذكر القاضي لماذا شدد العقوبة أو لماذا خفف العقوبة في جرائم محددة. فالسوابق القضائية السودانية مستندة على إرث قضائي ضخم جدا. أنا فخور جدا بالقضاء السوداني وفخور جدا إن أنا أنتمي إلى هذه المهنة المحاماة، جزء من المثلث القضايا أو المثلث العدلي. التاريخ القضاء السوداني راسخ ومن منبعه اللي هو مصادر الشريعة الإسلامية وأحكام القانون العام والعدالة والضمير، ضمير العدالة نفسه. القاضي بيمثل العدالة، العدالة ما نصوص قانونية، العدالة روح. المحاكمة العادلة نفسها لما أنت تحرك فيها روح لا 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 روح العدالة بتكون أنت قدمت للإنسان يعني أو للمجتمع فائدة كبرى. نعم. فضل. أشكرك أستاذ الوسيلة أهجو المحامي والمستشار القانوني، كنت معي في هذه الفقرة التي تحدثنا فيها عن المحاكمة العادلة ومعاييرها ومتطلباتها، وأيضا تحدثنا عن السوابق القضائية وأثار الرأي العام على تشكيل الأحكام في القضايا المختلفة. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات السريعة أستاذ الوسيلة أهجو. شكرا شكرا لك. شكرا متنا كرام وإن شاء الله نكون أديناكم. الله يبارك فيك، حياك. إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في ظلال الأصيل، أركز يا وليد، كلمات محجوب الحاج والحان حمدان أزرق وأداء إنصاف مدني، فلنتابع معكم. Thank you.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. ضيفي اليوم هو ضيف مميز جدا، استمعنا له من خلال عدد من الجواهر الفنية والكلمات الرائعة. لعل إنصاف مدني تغنت قبل قليل بأركز يا وليد. أهلا بك ضيف عزيز علينا، وسمعنا له أيضا نسمة العز يا سماح علي حمد الريح. الأستاذ محجوب الحاج اليوم هو ضيف عزيز علينا عبر ظلال الأصيل بعد هذه الجواهر والأغنيات الجميلة التي كتبتها. قبل أن نسأل أين هو محجوب الآن، لكن دعنا نبدأ بعم الزين. طيب أهلا وسهلا، مرحب بكم وأهلا بالسادة المشاهدين، حياك. وإن شاء الله يعني نقضي وقت يكون عبارة عن اتكاء بنفسجية في هذه الأمسية. حياك. أنا زول من الغبش، أنا زول من الغبش، زارعي اسمي زين، دوام بقوم في دغش، لا فيه ضي لشموس عقب، أصلي لله أشيل طورتي والدلة وأبدل العمل بسم الله. وأنا أصلي عمي زين، جواي سمح ماشين وماني زول وشين، ما تقولوا جيت من وين ولا رايح وين، وريتوا حالي وحالكم يبقوا باكر زين. وانا اصلع من زين، عن نهاكم اول نبذة تعريفية، حب الوطن صار لي بطاقة شخصية، بدور ينجمع بيه نهتمة، شتاته يتلمى
في وحدة وطنية وكيانه السودان حضن لي أمان ما لي غيره هوية ولما نشوف تقدم وشعبه هاني منعم ما في حد بيتألم وكل زول يتعلم تزول هموم البي وأنا أصدع من زين زول في الطرب ماسور بذوب مع الطنبور في ليلة قمرية في النمة والشاشاي دوباي مراقبية الصفقة والجابودي مع المزارعية ودلوكة تدي حماس تلهب اليساس لعرض صقرية تلهب اليساس لعرض صقرية ومشهد الشبال للي صوق رجال من سمحة سودانية وأنا أصدع عمي زين شان بحشق الوطنية وحيب مدن ثورية بحيهم درمان حبيبة السودان واجمل بناته كمان وحتظل مدى الأزمان حتظل مدى الأزمان وحيهم درمان حبيبة السودان واجمل بناته كمان وحتظل مدى الأزمان عروسة الوطنية ولحن النضال من مزهري تحية لك يا أزهري لثورة المهدية وأنا أصدع عمي زين. الحقيقة النص طويل جدا استمتعنا جدا والله بعمي زين حبابك أستاذنا وشاعرنا الكبير محجوب الحاج أهلا بك شرفتنا كثير الليلة في ظلال الأصيل والمشاهد السوداني عايز يعرف أين محجوب الحاج والله موجود مع الناس من خلال أعمال وقصائد تمشي على صاغين ككائن حي يعني الشيء اللي قدرناه الحمد لله يعني في وجدان الناس يعني أكيد مسيرة زاخرة وثرة نعم أستاذ محجوب يمكن الأغنية السودانية شهدت تطور كبير لكن من خلال متابعاتكم ومن خلال يعني مقابلاتكم لعدد من الشعراء المختلفين وأيضا يعني نظمكم للشعر كيف ترون واقع الأغنية السودانية ما بين اليوم والأمس؟ والله طبعا أنا داير أثمن على دور عطاء الإبداع اللي قدموه شعرانا في مسيرة الأغنية السودانية والرجل الأول وإلى الآن يعني شعراء المجيدين هم شكلوا وجدان هذا الشعب بكل ما هو جميل وكانوا قريبين من الحدث في كل حاجة يعني حتى ما ساهموا بأشعارهم في الاستغلال ما بعد الاستغلال وصاغوا وجدان الناس من خلال كلام الناس بنت علاقات العاطفية وبعد ذاك تزوجت وحتى لما انفصلوا من خلال قصائدهم تاني رجعوا لبعض فالغنية يعني أنا بفتكر ممكن الناس السي من خلال سؤالك ده يعني زي بتتساءل عن مستوى الغنية الآن يعني والله أنا بفتكر أنه يعني الشباب الناس الفنانين خاصة الشباب هم بيقولوا بأنه يعني بنكتب للسوق داير شنو لكن احنا بنقول انه الابداع المبدع بيكتب اللي الوجدان داير شنو نعم اكيد والا اللي ما ظلت هذه الاغاني طيله 100 سنه راسخه في وجدان الشعب السوداني وهؤلاء الشباب ذاتهم قاعدين يغنوها ثاني وثالث في اغاني واغاني وفي كل التسجيلات التلفزيونيه نعم ده دليل على انه كانت اغنيه معافاه و يعني أنا أفتكر أنه في شعراء الآن موجودين بيكتبوا شعر جميل جداً جداً لكن الفنانين ما بيلجوا لهم بيشيلوا منهم أعمالهم عشان يغنوا يمكن أغلب الفنانين الشباب أستاذ محجوب يعني بدأوا يلجأوا لأغاني قد تكون تخدم يعني الشباب مثلهم لكن هنالك تدني وهبوط في الذوق العام أنا معك في أنه كل جيل عنده همومه لكن أنت تناول الأغنيات دي في غالب يعني لا يخلو من الرصانة من التجويد ولا يمس يعني أنت لما تقدم أي عمل ناهيك غير الغنى أي حاجة تقدم لها تكون مجودة صح أكيد. ولا ما صح؟ أكيد طبعا فالأعمال يعني أغلبيتها فطير ورخوة ولسه يعني ما 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 ما, ما سبقت نعم. جيدا وما زال في النهاية
بتنتهي بتبقى أغاني سريعة الذوبان يعني لا يكتب لها الخلود. أكيد أكيد. بالنسبة لأستاذ محجوب خاصة أنك أنت يعني عاصرت عدد كبير من الشعراء الممتازين واللي كانت لهم يعني صولة وجولة في ساحة الشعر الغنائي السوداني، هنالك مجموعة من الشعراء الشباب يتميزوا بالكلمة الجميلة، ماذا تقول لهم؟ والله ده نحن شدع لعذرهم ونشجعهم جدا ونقف من خلفهم عشان يستمروا ضمانا لاستمرار التواصل، التواصل الأجيال. نعم. لأنه هم لازم يحملوا الراية من بعدنا، يعني يكون في تواصل الديمومة بتاعت استمرار الشعر الغنائي وكده. فمتى ما وجد هؤلاء الشباب يعني بموهبة الناس تقف خلفهم وتدعمهم وتساعدهم طوال وتساندهم عشان يحملوا الراي ويمشوا لقدام. نعم. طيب رايك في دور المصنفات الادبيه في انها تحمي الذوق العام وتحمي ايضا المصنف الادبي الذي يمتلكه الشعر او هذه الكلمات؟ والله شوفي، غياب المصنفات وغياب القنوات الاعلاميه الجاده هي ادت لتسريب هذا الى ما وصل اليه هذا المستوى من الاغنيات. زمان كانت في لجنه النصوص الشعريه دي في الاذاعه والتلفزيون، لا يمكن يمر نص عشان يسجل الا عبر هذه اللجان. عشان كده الاغنيات المسجله كلها اغنيات رصينه واغنيات جيده جدا. اما الان فالناس بتغني في الحفلات، اذا عنده غنى بغنيه في الوسائط الوسائط السوشيال ميديا، فمثلا ما في رقابه ما في كنترول. طيب استاذ محجوب، يمكن الأسئلة الكثيرة اللي بتدور في مجال الغناء والمصنفات الأدبية هي ما حتكون بعيد من الأستاذ محجوب الحاج وما يكتب، يعني تابعنا من خلال البرنامج نسمة العز وأركز يا وليد، لكن ما عايزين نمشي في الكلام الكثير، عايزين نسمع ما كتبه أستاذ محجوب. والله نبدأ بحاجة جديدة، سلام يا ضحكة الوردة، سلام يا ضحكة الوردة، قلب الروعة منفردة، جد في وصفك احترنا، ايه حنقول عشان نبتو سلام يا ضحكة الوردة. يل في الحسن اوصافك كثيرة وما بتتعدى، يل عينيك جمال صار لأحلى عيون بيتحدى، تلقى الريد نيرانه في الشافوك متقدو، يلي بتضوي للجمرة ويلي بتندي للوردة ويلي بتنافسي في نفسك تنافس روعة مشتدة، أضحك ضحك الدنيا شان الهم يكون عدى وشان الدمعة والأحزان داب باب ينسدو، يا إنسانة يا مبدأ وعزما ما حينهدى، لو كان لمكان جيتي مجيكي برتب مجيكي برتب الفوضى، ولما تكوني غادرتي بيبقى السامر انفضوا، يليك الغرام ودى والشوق ليك ما هدى، لكل مودة امتدى قلبك يد ممتدة، يالخيرك كثير أدى بيك الناس معاناتهم يبقى زمان فات عدوا، في عينيك يا وردة يا داف فرحتهم تبدو، في عينيك يا وردة يا داف فرحتهم. يا سلام أستاذ محجوب، يا سلام، أخذتنا إلى عوالم جميلة وعوالم طيبة. أستاذ محجوب، يمكن الحديث في الفترة الأخيرة تحدث عن السلم الخماسي بالنسبة للأغنية السودانية، لكن هنالك ظاهرة ترديد الأغاني السودانية في عدد من دول الجوار، يعني هل هذا يدحض هذه المقولة؟ والله طبعاً السلم الخماسي هو في إفريقيا هنا بيسمعوه كثير، وجارات يعني إثيوبيا، تشاد، نيجيريا برضو وصل هناك السلم وبيسمع أغانينا بكثرة في إفريقيا بالذات. ويعني اللغة بتاع وردة الله يرحمه فنان إفريقيا جاء من الحتة دي لأنه يسمع إفريقيا كثير. نعم، من حب الناس له. فأنا بفتكر أن إحنا هم بيقولوا العرب أنه يسلمنا خماسي وما بيسمعوا، أن إحنا كمان بنتفوق عليهم من ناحية الكلام النصوص الشعرية. أيوة.
أكيد. نحن نصنا الشعري قوي بغض النظر عن الإسقاطات في اليومين دي يعني، لكن تاريخنا الغنائي أقوى. عندنا شعراء مجيدين جدا جدا، والدليل على ذلك من شعرانا غنت كوكب الشرق أم كلثوم، الشاعر الأستاذ الهادي آدم. نحن شعرنا وصل لكبار الفنانين في الوطن العربي يعني. فالمزرعة بتاعت السلم والقمار باجلين عقبة في كل مهرجان فيها يقول لك والله السلم ده ما بيتفهم. ما بيتفهم ده كيف يعني؟ انا بفتكر انه الموسيقى ذاتها هي لغه عالميه. نعم. الموسيقى ذاتها ما بتتحدد، انت الموسيقى دي بتخاطب الوجدان بتاع الانسان، ما بتخاطب جهات علميه عشان تجي تحددها ليه كده، ولا انت غنيت اغنيه جميله بتاثر في الوجدان. أكيد. متى ما كان الكلام جيد واللحن جميل والاداء ممتاز، هي المعنى عنه ترى للاعجاب يعني. اكيد اكيد. استاذ محجوب، يعني الكل يعلم علاقتك الجميله بالاستاذ الراحل حمد الرياح، كتبت له نسمة العز، ويعني الان تصادف ذكرى وفاته، يعني الفرصه لك ان تتحدث. اترحم وعمي زين ايضا، اترحم على روح رحمه الله الفنان الصديق الفنان الغامه الفنان الجميل الاستاذ حمد الرياح رحمه الله، اللي هو قدم في مسيرته الفنيه كل ما هو جميل ورائع لإذاعة هذا الشعب ولأجل هذا الوطن. وتمر علينا في اليومين القادمين الذكرى الثانية لرحيل الفنان أستاذ حمد الرياح. وأنا يعني حقيقة سعيد جدا بتعاوني معاه، وقدمنا حوالي يمكن 5 أغنيات على راسة نسمة العز أسمعها، وعم زين وهم بك الحان الموسيقار الصديق الأستاذ عبد اللطيف خدم الدلحاوي نحييه من هنا. واشتغلنا الراجيك الملحن الصديق محمد عبد القادر وفاطمة السمحة للفنان الصديق الراحل المغيم الفاتح ديميحة، واشتغلنا وبريت لبنك السودان المركزي، فحوالي 5 أعمال. فأنا مفتكر أنه يعني حمد يعتبر من الغامات الصامغة في مسيرة الأغنية السودانية. فأنا يعني أرجو أن الذكرى دي ما تمر زي ما مرت الذكرى الأولى، الذكرى الماضية، مع الناس تعمل تحي ذكرى رحيل هذا الفنان الغامة الفنان العظيم حمد الرياح. برأيك لماذا كان الغياب عن إحياء ذكرى وفاته؟ نعم، ذكرى وفاة الفنان حمد الرياح، يعني لماذا غابت اللجان عن إحياء ذكرى؟ والله يا أستاذ أنا شايف يمكن الهم السوداني، أنا فضلت يوم ما شايف أي جهة يعني ساعت لأنه تعمل ولا ليلة ساي لإحياء ذكرى هذا الفنان العظيم يعني رحمة الله. فأنا ما عارف يعني، أنا بفتكر المبدع يعني هو ترك إرث فني كبير جدا يعني كنوع من الوفاء، أو ما كل الوفاء، جزء من الوفاء الناس تحيي ذكراه يعني. خلال قناة الشروق عشان نستذكر ذكراه، يا ريت تسمعنا نسمة العز إلقاء. طيب رحمة الله تخشى. ده كان أول تعاون بينه وبين الأستاذ حمد الرياح نسمة العز يا سماحة، وزي ما قلت قامت الحين الأخ الصغار عبد اللطيف خضر والدلحاوي. نسمة العز يا سماحة، نسمة العز يا سماحة، طوفي بالخير في سياحة، زوري الشقل ما لاقي راحة، ورش الفرح في كل ساحة، يا نسمة العز يا سماحة. جففي جففي العرق المعطن، توب جبين بلد الغلابة، وطل يا شمس السعادة في ديار شاخت حزن وتكسحت من طول عذابة وغابة في مدن الأسى، وسط الفرح ما دق بابة، بعيونك فرحيها من جمالك جمليها وخليها ترجع لشبابة في معاناة الهجير، في معاناة الهجير كوني للكادح مظلة، صبريه وقولي ليه في كفاحك عينك الله، وابقي في صحراه واحة،
خل الربيع ديه طلع بدد الهم والأسية أسعد الناس الشقية وعنهم زيل المذلة وفرحة عيونك وزعيها حارة حارة وحلة حلة ضمخ الناس بالفضيلة وجرتك الدائرة العديلة وخلي قدح الخير معلة وما أنت لما تطلع عيونك بلسم علاج لكل علة يا نسمة العز يا سماحة. السلام رحم الله الأستاذ حمد الريح. أستاذ محجوب، يمكن بالتأكيد لك تعاونات مع فنانين شباب في الفترة القادمة، يعني هل الآن في تعاون جديد ممكن نعرف فيه إنتاجك الآن؟